السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نجاوب على هذا التعليق من إحدى المتابعات، تقول ست هواي قنوات ينشرون بأنه ماكو دوام برمضان، أو أكو قنوات يقولون الدوام حيصير 3 أيام بالأسبوع، تريد تتأكد هذا الكلام صح لو لا؟ فنزلنا قبل فترة فيديو وقلنا لكم اكو دوام وماكو اي تقليص بالايام الاسبوع. طبعا هواية تعليقات، مو بس هذا التعليق، هم يقولون نفس الكلام بانه على اساس اكو قنوات تنشر بانه ماكو دوام عطلة بشهر رمضان. فنقول لكم هذه أخبار غير صحيحة وأخبار كاذبة، لا صحة لهالأخبار. وأكو دوام واعتيادي دوام، أكو اعتيادي، أكو طبعا بعض المدارس أو بعض المحافظات احتمال يطلعون يعني اللي دوامهم ظهري مثل العام. شلون سووا العام؟ يعني قلنا لهم مو الكل، اكو بعض اللي قلت لكم المحافظات وبعض المدارس يطلعون قبل يعني قبل الدوام بساعه، واكو لا يكملون. فنقول لكم اكو دوام وماكو اي تقليص بالساعات او ماكو تقليص بالايام ايام الاسبوع لحد الان. فاي احتمال تغير الوزارة، تغير رأيها، احتمال تمطي خبر. فنقول لكم لحد الان اكو دوام وبس ينزل خبر اذا غيرت الوزارة رأيها، اذا قالت مثلا قلصت، احتمال تقلص، احتمال يعني طلع الطلبة قبل ساعة، رأسا بس ينزل خبر ننزله لكم.